أهلا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد هذا الأسبوع تجيكم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وش هي حقوق الإنسان؟ الصحة، حق التعلم، والشرط اللي يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة، حكمة مثل. أنتم حتما تنتظرون شخصية اليوم. تحبوا العسل؟ يلا نغنوا مع بعض. حطت نحلة فوق الزهرة، حطت نحلة فوق الزهرة، شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة، شربت من مبسمها قطرة. شكرتها ومضت في فرح، تبحث عن صاحبة أخرى. إذن يا أصدقائي، أنتم تاني إلى حبيتوا ترسلونا معكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com وتضغطوا على الزرار أرى وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة. نحبكم يا أطفال. زهرت كل حقول الزهر، شربت من ألوان العطر، قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.